أما عن هذا الرجل الذي الأولى إذا ذكرناه أن نذكره بلقبه لا باسمه، لأن اسمه فيه كذبة عظيمة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه الأسماء التي فيها تزكيات لأصحابها، قد يكون ظلاما وأبوه يسميه شمسا، فهذا مناداته بلقبه أولى من مناداته باسمه. فالبروبي هذا في كتابه الذي أسماه جذور البلاء أول تعليق أنا أقول أنه كما أرسل لي أحد إخواننا أنه هو البلاء عينه ونفسه، أي هذا الرجل أو هذا الكاتب إن كان حقا هو الكاتب، وهذه المقالات التي جمعها وسود بها تلك الصفحات في هذا الكتاب الذي جعل له تلك الواجهة التي لو كان يعقل قليلا أو عنده شيء من العقل لعلم أن صورة الغلاف على خلاف مضمون الكتاب، يعني شجرة بظلالها الوافرة ثم جذور ضاربة في الأرض بلونها الأبيض، هذه لا تكون بلاء، هذه في الحقيقة تكون خير، وكأن شيطانه لما أضله يعني ربما أنطقه بشيء من الحق، حتى في الخطأ الذي نقول تجوزا أنه خطأ مطبعي، جذور البلاء الحشوية المتمسلفة ظلال في العقيدة، ظلام في المنهج، يعني عقيدة هؤلاء الذين وصفهم بهذا الوصف المتمسلفة جعل عقيدتهم ظلال على من؟ ظلال على غيرهم في عقيدتهم، عقيدتهم التي هي عقيدة سلف هذه الأمة الصالح، وهذا باتفاق أهل هذه الملة أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم سلفها، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من تبعهم من التابعين ثم تابع التابعين. وأما ما حواه مع الأسف الشديد يعني مثل هذا الكتاب يجد دارا في بلدنا هذا تطبع له هذه المسودات وتطبع له هذه الطعونات وأشدها وأعظمها تكفيره للسلفيين، يعني بصريح العبارة. ومضمون هذا الكتاب وفكرته أن يبين للناس بزعمه أن هذه العقيدة التي عليها السلفيون جذورها يهودية وأصلها يهودية، وأتى في هذا الباب بالعظائم والقبائح العظام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وكأنه يريد من خلال هذا أن ينتقم أو أن يرد على أهل السنة
في ردهم على الفرق الضالة المنحرفة كالجهمية الذين ينتهي نسبهم إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتصار للروافض الشيعة الذين ينتهي نسبهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، فأراد يعني أن يسير على هذا المنوال ويثبت بزعمه وبافترائه وبأكاذيبه وبتخليطه وتخبطه ويعني كل الأوصاف القبيحة تصف بها هذا الفعل، ويكون قليل في حقه. حتى أننا لما بدأنا نقرأ صفحات من هذا البلاء، ولا أقول من هذا الكتاب، يعني الفوضى التي فيه سواء في منهجيته أو في ترتيبه أو في عباراته أو في أخطائه الفاحشة، لا تكاد تجد صفحة خالية من خطأ من الأخطاء، وفي الغالب أخطاء مضحكة إلى درجة يعني قلت أنا لإخواني هذا الرجل ما كفاه أن يكون مهرجا مضحكا للناس، يعني في قناته التي تقدمه كأنه مفتي القناة، أصبح كذلك مهرجا بكتاباته وبما خطته يمينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني رجل يأتي يذكر من بين هؤلاء الحشوية سليمان ابن صالح الخراشي، جعله سليمان الحراشي، فقلت للإخوان هذا لعله أخطأ، يعني ربما قصد غير هذا الرجل. الفوزان القيروان، تقريض الفوزان قال تفريط القيروان، يعني ما تعجب، يعني تعجب حتى من هذه الأخطاء يعني الغريبة، وتصيبك الدهشة لما تقلب الصفحة الأولى للكتاب بعد الغلاف هذا، وتجد في رأس الصفحة الأولى المواجهة للمقدمة العنوان ثم التأليف ثم تصميم الغلاف ثم فكرة التصميم والإخراج ثم تصفيف قائمة من أسماء بنات، زهرة وصبيحة وصفيحة ولا ما أدري، ثم التصميم والإخراج نبيلة، ثم يعني عجب العجاب، عجب العجاب. ثم هذه أمور احنا نتكلم عن الإخراج فقط، يعني الأمور لأي إنسان يتصفح هذا الكتاب دون أن يمعن النظر فيه أو دون أن أو دون أن يقرأ ما فيه بتأني وبروية. على كل حال أنا ما أظن أن واحد يستطيع أن يقرأ الكتاب بهذه الصفة، أنا هذه قناعة. بعض مشايخنا لما يقول يعني يعطى كتاب لي يقرأه أو ليقرضه أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني بدأت قراءة الكتاب فما وضعته حتى انتهيت منه، لأن ما في الكتاب شده إليه شدا، هذا ما في الكتاب يجعلك ترميه رميا ولا يشدك إليه شدا، لما فيه من هذه الفوضى العارمة والأخطاء الفاحشة. الرجل كان مسرع ليدرك المعرض يعني كان على الأبواب،
ولا بد وعلى كل حال ومن أكاذيبه في هذا الأمر أن الكتاب هذا ما كان يعني معد للمعرض. وهذا الكتاب الرجل قال جمع مادته قبل 30 سنة والرجل عمره 50 سنة، يعني بدأ الجمع وهو في 20 لما كان شابا ما زال يافعا صغيرا. ما أدري إذا كان هذا قبل أن يدخل في الإمامة ثم يطرد منها أو ما أدري. هذا العنوان، هذا الكتاب ما كان بهذا العنوان. هذا الكتاب كان هو في الحقيقة مجموعة مقالات كان ينشرها في جريدة الجزائر، كان ينشرها وشبابنا يذكرون أيام كانت تنشر تلك المقالات اللي فيها الطعن في العقيدة السلفية والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يتجرأ فيها جرأة عظيمة. وتلك المقالات جمعها في ما أسماه هو بقاموس بدع الحشوية. ثم بعد ذلك أظن أصحاب هذه الجريدة دلوه على هذه التسمية أو نصحوه بهذه التسمية وهي جذور البلاء، فسماه بهذه التسمية. هذه قصة هذا الذي سماه كتابا، وكانت هالة كبيرة قبل صدور هذا الكتاب وإخراج هذا الكتاب، يعني ناس وسائل الإعلام بين أيديهم، وهذه الوسائل مفتوحة لكل من هب ودب، هذه الوسائل التي تجعل من الوضيع رفيعا ومن الرفيع وضيعا، ويصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤمن الخائن. ويتكلم الرويبضة، هذا أوان هذا الزمن الذي نطق أو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوة من نبواته. هذه الدعاوى كلها في الحقيقة يصدق فيها ما قلته من مدة في تغريدة من قول الله تبارك وتعالى لما قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشد، فهذه تدل على أنه ما من داعي الضلال إلا وهو يردد هذه الدعوة في دعوته، يعني أنا أريد الخير لكم وأريد أن أحذركم من خطر عظيم. هذا الخطر هو هذه الفرقة التي جذورها يهودية، جذورها يهودية، العقيدة السلفية، والعقيدة السلفية التي أئمتها سلف هذه الأمة الكرام على رأسهم أصحاب رسول الله، ومن كبارهم أئمة الهدى الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي وأحمد، هؤلاء كلهم كانوا أئمة هذه العقيدة، بل هم الذين أصلوا أصولها ووضعوا قواعدها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. من ما حوته هذه المسودات في هذا البلاء، يعني هذا الكتاب الذي حقيقته أنه بلاء، تلك التهم الخطيرة التي اتهم بها أئمة من أئمة الإسلام،
ومن تناقضاته في هذا أنه في بداية الأمر عد ممن رد على الحشوية عد منهم الذهبي وابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ثم في فصل آخر يجعل أو ممن اتهم بهذه العقيدة أي بالعقيدة الحشوية جعل منهم الذهبي وابن رجب كذلك، يعني ردوا على العقيدة الحشوية وهم متهمون بها، يعني هؤلاء يردون على أنفسهم. وهذا دليل على أن الرجل لا يدري ما في هذه الصفحات، ما يدري ما في هذه الصفحات. هذا أصلا إذا كان يعرف أمثال هؤلاء، إذا كان يعرف حقيقة الإمام الذهبي ويعرف الحافظ ابن رجب عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أنا يعني لا أريد أن أخذ وقت الحصة في الكلام على ما جاء في هذه المصيبة أو في هذا البلاء، ولكن معليش أنا أقرأ فقط كلام لإخواني ذكره هذا الداعي في الصفحة 87 بعد 104، يقول تحت عنوان الله عز وجل يلبس الملابس الخضراء والحمراء، يقول من أغرب صفاته تعالى التي تنقلها لنا كتب الحشوية أنه تعالى يلبس الملابس الملونة. ذكر ابن أبي عاصم في كتابه السنة من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط عليه حلة خضراء، انتهى. لكن ابن يقول ابن أبي يعلى يروي في طبقات الحنابلة عن عكرمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي شابا أمرد جعدا جعد قطط عليه حلة حمراء، انتهى. قال فلون تعليقه، احنا ما لا نعلق على ما في هذين الحديثين، هذا كلام آخر. قال فلون حلته تعالى عند ابن أبي عاصم خضراء، وعند قال الغراء وهو الفراء، الغراء حمراء. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأيضا في السنة لابن أبي عاصم دائما من طريق عكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين، جعل ساب ليس شاب، ساب. هذه الأخطاء يعني اللي هي شيء مألوف في هذا الكتاب يعني من غير عد ولا حساب. واختلفوا في موضع الثوبين من ذاته، ويبدو أنهم استقروا على أنهما تقاشر بهذا اللفظ، تقاشر وجعل في الحاشية تقاشر الجوارب، تسمى في العامية الجزائرية تقاشر، يعني هذا يتكلم في صفات ربنا تبارك وتعالى بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية، ويعمد إلى نصوص تكلم أهل العلم في أسانيدها وفي عدم صحتها يعمد إليها حتى يجعل منها دليلا على باطله وعلى افترائه وعلى جنايته وعدوانه على أئمة السلف وعلمائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق وأن لا يفتن
الأمة بأمثاله إنه سميع مجيب. هذا الذي يعني على كل حال هو ما هو جواب على سؤال، قلت تعليق فقط. ولهذا أنا أنصح إخواني أن لا يسعوا إلى، أنا أدري أن الكثير من إخواننا يريدون هذا الكتاب لمجرد حب للطلع ولمجرد أن ينظروا بأم أعينهم لما فيه من حقيقة البلاء، ولكن أنا لا أنصح بمثل هذا، أنا لا أنصح بمثل هذا. الأولى أن يجتنبوا هذا المسعى وأن يكتفوا بما ينقله أو بما سيرده يرد به بعض إخواننا. والآن يعني الشباب في موقع الشيخ الشيخ فركوس بصدد يعني رد على افتراءات هذا الرجل، وإن كانت يعني ردود هكذا مختصرة ولكنها تفي بالغرض، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يدخل في هذه الغرائب والمتاهات. ولعل كذلك أخونا خالد بصدد ذكر بعض أو رد على بعض الافتراءات يعني بالأسلوب العلمي وبالتوثيقات والإثباتات العلمية. وكذلك أخونا محمد يعني هو بصدد جمع بعض الغرائب ما في هذا الكتاب وعرضها وبيان قبحها وفسادها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني كالأولى بك أن تجعل هذا السؤال آخر سؤال حتى لا تفسد علينا المزاج. جزاكم الله خيرا شيخنا، قد كفيتم ووفيتم وأبناؤكم كانوا في انتظار هذا التوجيهات وهذه الملاحظات.